بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة الثانية في ديزاين أوف كروس جيردر إن ريل وي بريدج. طبعا أخدنا المرة اللي فاتت إن شاء الله اللي هو تصميم الجيردر في الرود واي. النهاردة إن شاء الله هناخد في الريل واي. طبعا قلنا من المرة اللي فاتت إن الإكس جيردر دي عبارة عن الكاميرات الثانوية اللي هي بتشيل فوقها السترينجر والريلز، والاكس جيردر دي بتبقى سبورتد على الجيردر اللي هي بتبقى بعد كده سبورت على البيرنج اللي هي دي بعد كده احمال للاساسات. طبعا الاكس جيردر دي بيختلف مكانها، لو كانت احنا موجوده في سوق الكومبريشن بلانت بنسميه ديك بريدج، لو كانت في من اللور لور لور فلانج بنسميها بوني بريدج، لو كانت المنتصف بنسميها سيمي ديك بريدج. طبعا هنا احمال الاكس جيردر، اول لازم نعرفها قبل ما ندخل في حساب اللود ان احنا نعرف ان الاكس جيردر دي في الريل واي. طبعا الابعاد هنا ستاندر، لان الابعاد بين عجلات السكك الحديديه تبقى موجوده ستاندر، طبعا هم مرتبطين بابعاد العجلات. بعد العجلات طبعا هي موجوده بواحد ونص متر اللي هي بين العربية بين العجلة والتانية، فبالتالي الريلز برضو تحتها بنفس البعد، فبالتالي المسافة ما بين السترينجر هي بتبقى شايلة فوقها الريلز دي بتبقى 1.8، يبقى توتال المسافة بالنسبة للديك بريدج بيبقى البي بتساوي العرض الطريق عرض اللي هو السجيردر هنا بيساوي 3.6. بالنسبة لو كان عندي دبل تراك، يعني في حالة يكون سكة سكتين رايح جاي، يعني خطين سكة حديد بيبقى عليها خطين، يبقى في الحالة دي بيبقى البي اللي هو عرض الطريق بيبقى 7.1. الكلام ده لو كان ديك بريدج، يعني معناها في الديك بريدج بتبقى مسافة النص اللي موجودة في البداية وفي النهاية أقل شوية حوالي 9. إنما لو جينا قارناها بالبوني بريدج بتبقى القيمة 1.8، وبالتالي بيبقى البي في ترابل بيبقى في قصدي في الدبل بيبقى 8.9، اما في السنجل بتبقى حوالي 5.4، وهكذا طبعا بالنسبه للتريل او الفورس تراك على حسب عدد ايه خطوط السكك الحديديه بتبقى ماشيه على الاكس جي. اول حاجه هندرسها طبعا اللي هي زي ما في اي عنصر بيبقى اول حاجه بالذات الديد لود. الديد لود طبعا احنا عارفين ان السترينجر بتبقى محمله على مين، حملها جاي على الاكس جي، فبالتالي اول حاجه لما نيجي نحسب الديد لود بالنسبة للسترينج الاكس جيردر، اول حاجة بنحسب الاون ويت بتاع الاكس جيردر نفسها، وده بنفرضه من 300 ل 400 كيلو جرام على متر طولي. اما السترينجر اكشن طبعا باخدها كونسنتريتد لود، الرياكشن طبعا من السترينجر عبارة عن الديد لود بتاع السترينجر اللي هو 15% الوزن بتاعها، زائد 64% على 2 اللي هو ده وزن الريال اللي هو وزن الفلنكات، زائد الريلز ب 64% على 2. الكلام ده كله بضربه في السبيد بتاعه السترينج. طبعا بوزن احمال الاون ويت بتاع الاكس جيردر بيبقى عباره عن ديستريبيوت اللود، اما الاون ويت بتاع او الاكشن بتاع السترينجر عباره عن كونسنتريتد لود موجود عند مكان تحميل السترينجر على الاكس جيردر. لو كان دبل تراك بيبقى عندي اربع اقصى كونسنتريتد لود، اما لو كان سنجل تراك يبقى تو فورس، واقدر احسب طبعا بسهوله المومنت ماكسيمم مومنت للديد لود بسهوله سواء دبل تراك او سنجل تراك. بالنسبه لللايف لود، اللايف لود طبعا انا هنا عندي حمل عجل بتاعه القطر، الوقود فرض اني احمال العجلات دي ان في عندي اربع عجلات حملهم 25 طن كل واحدهم، المسافة بين العجلات دي حوالي 1.6. المسافة ما بين اما بقية العجلات بيبقى حمل موزع قيمته 8 طن على المتر. طبعا ده للعجلتين يعني الناحيتين للقطر كله، انما لما اجي اوزع القيمة دي على كل عجلة على حدة بيبقى 12.5، اربع عجلات لكل عجلة فيهم 12.5، اما القيمة الحمل الموزع تبقى 4 طن لكل ناحية، يبقى كده حوالي 8 طن للناحيتين. طبعا ببدا احط الحمل ده على على الاكس جيردر، وابدا احسب الرياكشن طبعا اللي جاي من الاحمال دي على الاكس جيردر. طبعا لو كان عندي ضغط التراك
بيبقى عندي على كل سترينجة قيمة رياكشن بتبقى على السترينج نفسه. طبعا هنحسب ازاي؟ طبعا لو كانوا اتنين كان سنجل بيبقوا اتنين، لو كانوا دبل تراك بيبقوا اربعة. اما في الترابل تراك فبيقول لي الكود ان هما بتوعهم في السنجل والدبل لو كانوا سكة واحدة وسكتين، يبقى في الحالة دي باخد قيمة الرياكشن بنسبة قيمة 100%. انما لو كان عندي تريبل تراك يعني ثلاثة او اكتر، يبقى باخد الاولى والتانية، الاولى والتانية بنسبة قيمة 100%، اما التراك التالتة باخدها بنسبة نص الرياكشن. ده طبعا موجود في الكود اقدر احنا نشوفه. اما لو كان طبعا ايه اكتر من اربعة، كل ما بيزيد احنا بنسبة ننزل نسبة 25%. طبعا لو كان في سكة رابعة يعني بيقول لك تعمل ثلاث سكك او اكثر، ممكن السكتين الاولى والتانية بدون تخطيط. اما التالتة بتاخد 50%، لو كان زاد عن تلاتة يبقى اربعة، يبقى رابعة بتبقى كام؟ 25. ازاي بقى نحسب؟ بنحط نبدأ نحط اول رياكشن واول حمل العجلة 12.5 عند السنجر الموجود او عند الاكسجير. انا هبدأ اعمل حسابات ليها وبوزع بقية الاحمال على جانبيها، وببدأ اعتبرها ان هي عبارة عن كاميرا موجود فيها الستادي اكس جيردر. هنا ابدأ احسب الانفلونس لاين ليها، ارسمه وابدأ احسب القيمة الرياكشن بتاعها عن طريق ان انا بضرب قيمة كل قيمة منهم ال 12.5 دي اضربها بالقيمة المقابلة ليها على ايه في الانفلونس لاين. واما الموزع فبحسبه عن طريق ان ايه قيمة المساحة المقابلة ليها. تمام. طبعا الابعاد دي موجودة عندي، المسافة بين كل قيمة للآلات دي 12، بين كل 12.5 موجودة مساحة 6.10. أما المسافة بين آخر كونسنتريت اللود والحمل الموزع حوالي 8.10 متر. حسبنا الرياكشن، أبدأ أوزع على إيه؟ على التراك. لو كان طبعا عندي سنجل تراك بيبقى عليها ار لايف لود 2 عندي وعند كيو ماكسيموم، طبعا بالطرق اللي احنا اشتغلنا بيها قبل كده. الامباكت فاكتور، طبعا الامباكت فاكتور لو تفتكروا كنا في الكود القديم كنا بنحسب ان الاي اللي هي الامباكت بتساوي 24 على 24 زائد ال حيث ال بتساوي اس اللي هي في حاله السترينجر، وتساوي 2 الاس في حاله الاكس جيردر. طبعا هنا الكود الجديد ادالي ان الكيو فاي اللي هي عباره عن امباكت زائد واحد كلها على بعض بتساوي 73 من زائد 2.16 على جذر ال امباكت ناقص 2.10. طب ال امباكت بجيبها ازاي؟ بقول ان الاكس جيردر بتساوي 2 بي، طبعا السترينجر بحسبها في بتساوي اس. طيب احسب الديزاين فاليو ازاي؟ جبت الام ديد لود واضرب الام لايف لود في الامباكت زي واحده او بضربها في الفاي على طول بطلع الام ماكسيمم. طيب الشير نفس الكلام، بجيب الكيو ماكسيمم بكيو ديد لود زائد كيو لايف لود الامباكت زائد واحد. الفتيج، والفتيج هنا عبارة عن الإجهاد نتيجة الأحمال المتكررة من متكررة على مدار سنوات. طبعا طبعا بيعمل لي إجهاد بنسميه الكلل. ده ببدأ أحسبه إزاي؟ عن طريق المنحنى اللي احنا كنا رسمناه قبل كده اللي هو عبارة عن فرق أو الرينج بتوين ال M ماكسيموم ناقص ال M مينيموم. ال M ماكسيموم عبارة عن M ديد لود زائد M لايف لود زائد الإمباكت. أما ال M مينيموم عبارة عن ال M ديد لود، ففرق الاثنين طبعا بيديني الام لايف لود في زائد واحد. طبعا هنا عند الجدول صفحة 66 ده بيبين لك الاعداد ازاي ناخدها بالنسبة للال امباكت، نسيبها بكل نوع كوبري على حدة. نيجي نشوف صورة الاكزامبل. لو كان عندي دبل قصدي ترابل تراك بوني بريدج، السبيسنج بتاعته بتساوي 7 متر، اللينس بتاع الكوبري ده حوالي 35 متر، بقول لك ديزاين ذا اكس جيتر. المسافة طبعا كلها بتاعة الكوبري البي بتساوي 10.4. طبعا اول حاجة بحسب الرياكشن اللي على السترينجر، ادي اللوب بتاعها قلنا الاون ويت زائد اون ويت بتاع الريلز اللي هو عبارة عن 64% على 2 يبقى 150 زائد 320 يساوي 470 كيلو على المتر الطولي، يعني تقريبا 47% من المتر. هبدأ احسب طبعا اللي مهمني الكيو اللي هي الرياكشن اللي جاي من ايه من الفينجر ده على الاكس جيردر.
ابدا سيب. طبعا ابدا احوله لكونسنتريتد لود. انا عندي هنا تربه ثلاث خطوط للسكر في الحديد، فكل خط فيهم حملين مركزين. ببدا احسب المومنت الموجود. طبعا انا عندي ديستريبيوت لود مقداره 4/10، يعني انا فرضت ان المومنت بتاع السكر ده حوالي 100 كيلو جرام المتر الطولي، والكونسنتريتد لود حسبتها من الخطوه الاولى. ابدا اجيب الرياكشن وابدا احسب المومنت عند ايه، عند نقطه المنتصف اللي هو 3 كيلو 2 كيلو سترينجر زائد الون ويت في البي على 2. بدانا حسبنا الكيو دي بلود اللي هو الشير. ابدا احسب المومنت نفس الكلام. طب سهل ان انا ايه اجيب الرياكشن وابدا احسب الشال قصدي المومنت عند نقطه المنتصف. نيجي نحسب اللايف لود. لما احب احسب اللايف لود بحط زي ما قلنا ال 12.5 اللي هو قيمة احد العجلات، في فوق السجير اللي هو محل الدراسة اللي انا عايزة احسبه، وببدأ احسب اعمل ارسم قصدي الانفلونس لاين بتاعه بناء على ان انا اضرب كل قيمة من العجين مقابل ليها القيمة في الانفلونس لاين. ده احسب ايه الرياكشن. جبنا الرياكشن القيمة اللي هي بتساوي 54.36 طن. اجيب الام ماكسيمم والكيو ماكسيمم. طبعا بوزع انا عندي هنا بقى ترابل تراك، كل تراك عليها اتنين، قلنا الاولى والتانية بتاخد نسبة 100%، اما التالتة السكة بتاخد نص القيمة. اعمل السهل، انا عندي كاميرا سيمبلي سبورتد عليها 6 racks، قيمة كل منهم طبعا 54 ما عدا اخر 27.18 طن. ابدا احسب المومنت طبعا بسهولة، واحسب اللايف لود والكيو لايف لود والام لايف لود واضربهم في الامباك زائد 1. طبعا هعوض في القانون 73.216 على جسر الامباك ناقص 2/10. حسبت قيمة الامباك عبارة عن 2 × 12.4، عوضت بيها في القيمة طلعت الامباك زائد 1.18، في الام لايف لود زائد الامباكت طلعت لي قيمة 612.3 نيوتن متر. اما الكيو لايف لود طلعت 178.46 طن. اما الفتيج عمارة ام لايف لود زائد الامباكت عبارة عن 613.3 نيوتن متر. وببدأ احسب ديزاين طبعا للسكشنز اختياري، وانا اشوف ايه اللي هو الديزاين فاليو اللي عندي، الام ماكسيمم والكيو ماكسيمم والفتيك. اول حاجه طبعا انا عندي قطاع معرض لمومنت، ابدا طبعا القطاع ده هنا واضح ان المومنت كبيره جدا، ابدا احسب الدايمنشن بتاعه حسب التوب سيكشن. احسب حاجه، اول حاجه احسب الويب. الويب هنقول ان هو البي على 10 يعني حوالي 124، طبعا ناخدها تقريبيا 150 سنتي. احسب الويب من 3 خطوات طبعا بناء على الشير. ادي يوب على تيوب اقل من 830 على جذر على الاف يلد بطلع تي 1، والكيو ماكسيمم على دي يوب في التيوب المفروض تبقى في 36% فيلد، بسويها بتطلع تقريبا 8.3. اخر حاجة دي يوب بالشرط كبير لو كان مش هنستخدم ستيفنر، بنقول الدي ويب على الدي ويب اقل من 190 على جذر الاف يلد يبقى طلعت 1.49، يبقى نقربها يبقى ناخد تي ويب تقريبيا 1.6. ابدا احسب الدايمنشن بتاع الفلانج، بقول ان الكومبريشن فلانج والتنشن فلانج طبعا هنا قطاع معرض لستريس، معرض طبعا الجزء اللي تحت فيه معرض لتنشن والجزء اللي فوق معرض لكومبريشن. ابدا احسب اللي تحت التنشن والكومبريشن معرض ليها القطاع طبعا، ودي اللي بيشغل الفلانجز. عبارة عن بنقول ان الاسترس بيساوي اس فورس دي على الاريا بتاعتها. طبعا انا الفورس معرفهاش، ببدأ بقسم الام ماكس على 98% الدي. طبعا انا عندي الدي ام ماكس معروفة من الخطوة الاولى 670.6%، اقسمها على 98% في 150 الدي اللي انا جبتها من الخطوة الاولى. جبت قيمة التي اللي هي التنشن او الكمبريشن اللي جاي على الأبر أو جاي على اللور رينج. أبدأ أحسب الأريا. الأريا طبعا هناخد التي
على احنا لسه بنقول ان الاستريس بيساوي الفورس على الاريا، بنزل الاريا وبقسم الفورس ده على اللي هو ايه الاستريس، يبقى 456 الفورس اللي انا جبته من الخطوه بتاعت التي بعلى 58 في 3.6، حسبت اريا كلها للتو فانج بتساوي 218 48 سنتيمتر سكوير. طبعا ده يا اما الار يا اما اللور، يعني الاريا دي بتاعت واحده فيهم. فبقول ان لو انا خدنا ان الجزء اللي معرض للكمبريشن عباره عن دي فلانج في التي فلانج زائد سدس الاتش ويب في التب، يعني الجزء اللي فوق كله معرض للكمبريشن، البي فلانج والتي فلانج مجهولين بالنسبه لي، زائد سوتس في 150 طبعا الاتش ويب انا عملتها جبتها من الخطوه الاولى، و 1.6 اللي هي التي ويب جبتها برضو خطوه الدايمنشن بتاعه الويب. ابدا اقول البي فلانج في التي فلانج بتساوي 107 طبعا بعد الحسابات طلعتها 178.8%. بفرض ان البي فلانج تقريبا بتساوي 20 التي فلانج، يعني بفرض عشان القطاع، وبنفرض ان البي تقريبا 20 من السيكنس. اقدر اجيب السيكنس طبعا بالتعويض في المعادله، جبناه تقريبا بيساوي 3 سنتي والبي فلانج طلعت 60 سنتي. هذه القطاع اللي انا عملناه صممه، الفلانج الابر فلانج واللور فلانج عرض 60 سيكنس 3 سنتي. بالنسبه للويب ارتفاع اتش ويب بيساوي 150 والسيكنس تي ويب بيساوي 1.6. نبدا احسب الانرشيا بتاعه القطاع، هنعمل تشيك على الاستريس بتاع القطاع اللي هو الام ديد لود زائد اللايف لود زائد الامباكت على الاي اكس في الواد، طبعا بندي على 2 زائد التي فلان اللي هي الام على زد اكس زائد بتساوي القيمه طلعت 2700 طبعا اقل من 5800 الاف يلد، يبقى هنا القطاع سيف في الاستريس. نبقى نحسب برضو الستريس رينج بتاع الفتيج، وزي ما قلنا نحسب الفتو عبارة عن الام لايف لود زاد الامباكت على الاي اكس او الزاد اكس اللي هي الانيرش بتاعتها طلعت 1.26، اقارنها بالاف سي ار. طبعا الاف سي ار انا هجيبها من الجدول من الجدول زي ما احنا جبناها هي السترينجر في السترينج في الاكس جيردر في الرود واي. ابدا احسبها، طلعت طبعا القيمة برضو اقل من القيمة المسموح بها. نيجي بالنسبة للرينج بتاع الشير، بنقول كيو ديد لود على الدي ويب في التي طبعا هنا اقل من واضح 66% طلع اقل من 35% الفيلد برضو القيمة سيف، يبقى بالتالي هنا القطاع امن في التلات. يبقى هنا المسألة دي بالنسبة للتطبيق على الاكس جيرد. ان شاء الله نشوفكم المحاضرة الجاية في الكونكشن بتوين الاكس جيردر والسترينجر. والسلام عليكم ورحمة الله.